زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني جحافل من الناس كلهم حاسين بالولد اللي مات بدون اي حق وبدون اي سبب. الاعمار بيد الله، ربنا هو اللي بيحدد. انما الناس كلها بتسأل ليه؟ طيب يعني مش فاهمين، لا هي لا طريق مثلا اتقلبت بيه عربية ولا حاجة، ليه مات؟ ليه استشهد؟ شهيد، ولكن ايه السبب؟ مين اللي قتله؟ يعني لو كان قتلوا الاسرائيليين كنا هنقول ما هو اعدائنا، انما مين اللي قتل؟ شايفين الناس كلها النهاردة ماشية بتضرب كف على كف، محدش فاهم، كل زملائه ماشيين جنبه مش قادرين يفهموا. ده ناس موجودة هناك في مهمة سلمية، ما كانتش بعتها بلدته ولا حد كان بعته من عندهم، والناس بعتها بتلوم. دي اخرتها حماس، هي دي اخرتها؟ هم دول ضباط القوات المسلحة اللي كانوا بيهيبوا بيه امبارح وكانوا بيتكلموا عن ضباط القوات المسلحة، ادي اول حد ايديه توجهت للقوات المسلحة. مين؟ مش عايزين نقوم حد، بس فعلا النهاردة كلنا قلوبنا متقطعة. في ناس بتموت في حتة تانية، ولكن ده مات ليه؟ هناك دي حرب وقضية سياسية ونضال، انما ليه 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 الرصاص يجيلنا من مسلمين، يجيلنا من عرب، يجيلنا من جيران؟ ناس ستات طبعا النهارده والناس كلها مش مصدقه. سيبكوا تسمعوا الهتافات، تسمعوا الناس بتقول ايه. زحمه للدرجه ان الناس ما كانتش قادره تدخل الجثمان الجامع ويصلوا عليه صلاه الجنازه. صلاه الجنازه اتعملت في وسط الشارع، في وسط الشارع البلد كلها طالعه. اقعدوا تفتكروا كل دول يعرفوا ياسر؟ لا والله، هم يعرفوا ان في مواطن مصري من بلدهم غزه وريحه جوه العين، بس اولادنا نور العين برضه. ليه طيب ده حصل؟ ايه السبب؟ هقول لكم ايه السبب وهتعرفوا ايه السبب، والسبب محدش يقدر ينكره، ولو عرفته هتستغربوا. شيء فعلا يعني الناس طبعا مش عارفه. اللي شايل اليافطه دي طفل، طفل صغير. الراجل ده عنده ولد وبنت، لما يجوا يسألوه الولد والبنت دول لما يكبروا، يا ماما هو بابا مات ليه؟ مين اللي قتله يا ماما؟ طب موتوه ليه؟ يعني في اسباب، يعني الناس اللي ماتت في الحرب معروف، الناس اللي بتموت في غزة معروف، انما الراجل اللي واقف على رفح ده مات ليه؟ مات ليه؟ شاب من الشباب اللي خدموا بدمهم البلد، ويقف كل زملائه يصلوا عليه صلاة الجنازة وسط البلد كلها، بلد كلها طلعت. لا بقى ده تنظيم ولا ده حزب ولا حاجة، ده هم سمعوا ان ياسر ابن بلدهم هو اللي مات في الأخطاء. بلد كلها طلعت، كل الناس واقفة جنازة. والله يا ياسر يعني مش عارف اقول لك ايه، ما كنا نملك اكتر من كده، او سما ونياشين، ولد زي الفل زي الورد. وينتهي، ينتهي ياسر. لعله من الغريب يا عمرو انه يتقال انه يعني انتوا يا ضباط مصر يا شباب مصر روحوا افتحوا المعابر بصدوركم. ادي اول صد. هل من الممكن ان هذا الكلام غير المسؤول ممكن يوصل؟ اهو سبحان الله استاذ مفيد ياسر، اهو سبحان الله امبارح فعلا في نفس اللحظه كان بيتقال فيها الكلام ده، بانت المساله. ادي هو ده اللي انت طالبه من ضباط قوات. نعم. اول رصاصه جات لنا منين؟ نعم. جات لي مين ومنين؟ شايف الناس قد ايه يا استاذ مفيد؟ يعني. كل دول والله العظيم انا اكاد اجزم، كل دول ما يعرفوش ياسر. نعم. انت شايف على مرمى البصر، يعني انت طبعا. الشارع للاخر طبعا. امه واخته واخوه وعياله كلهم طالعين عليه، عشان مين؟ عشان ايه؟ يعني ايه التمن؟ يعني الراجل ده كان تمن لايه؟ وعشان ايه كانت الرصاصة دي افضل توجه لمين؟